أفاد مراسل الحدث بإطلاق 160 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل وبإسقاط مسيرة إسرائيلية في لبنان بصاروخ أرض جو. الجيش الإسرائيلي قال إن حرائقا اندلعت جراء سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة وأنه اعترض أغلب صواريخ حزب الله. الإعلام الإسرائيلي أفاد بدوي انفجارات جراء صواريخ اعتراضية في الجليل الأعلى والجليل الغربي وأن مجلس مستوطنات الجليل الأعلى طالب السكان بالبقاء في مناطق محمية. ولع الخبط، ولعت. ولع الخبط، ولعت.